موضوع تاني كثير بدأت ظاهرة كده، ما هيش ظاهرة لطيفة، وهي الاعتراض على المقدم. مقدم بتاعي عايز انقل من عنده. الغريب بقى انه كلهم ما بيقولوش مين المقدم ده. طب هتنقلك من عنده ولا انقلك من عنده؟ يعني من عند مين؟ ما يمكن انا رشح حد يطلع هو اللي انتوا منه فررنا. طب ما اللي عايز يعمل كده يقول انا تابع المقدم الفلاني وكنت اريد، يعني ما فيش توائم بيني وبينه، عايز انقل لمقدم تاني. حاضر، سهل. انما كانه يعني بيعتبرها غيبه ونميمه، فمش عايز يقول على اسم المقدم اللي هو عايز ينتقل من عنده. نمره اتنين، طب سبب ايه الانتقال؟ دمه تقيل يعني بس وخلاص كده؟ ما كل المقدمين دمهم تقيل. لانهم يعني بيكلفوا الناس، اعمل ما تعملش اعمل، فالناس بتمل من الحكايه دي. والشيخ قاعد لوحده كده وبعيد قاعد يتفرج. انما يعني التكليف ده، تملي الالفه بتاع الفصل، يعني ايه؟ اقعد اسكت مش عارف ايه. فالمقدم ما يبقاش يعني ايه محبوب قوي يعني، والاستاذ لسه ما وصلش، لما الاستاذ يوصل يحبوه. فهي حركة قليلة كده من المشايخ انهم عملوا مقدمين. مين المقدم وسبب انك عايز تسيبه ايه؟ علشان نخلص من دوشة الدماغ.